السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. ايوا الجزء الثاني من الفيديو اللي قلت لكم ديال الماسك. المهم هنا جبت هادو، جبت 4. المهم الفوائد ديالهم بحال الخطر. ايوا هادشي اللي كاين. دابا نجيب الموس باش نقطعهم وناخد غير ديك اللبة ديالهم اللي فيهم لداخل. المهم دابا نخلطوا الماسك ديالنا. هو كما كتشوفوا هو بحال هذا، بحال هذا. والله العظيم عندهم الفوائد ديالهم بحال. ايوا هادشي اللي كاين. قبلوا علينا وقبلوا على الفيديو ديالنا، واخا بساط. صافي دابا نقد هادشي كما كتشوفوا، كما كتشوفوا دابا هذا الخشيط المعلقه. صافي نقطعهم بحال هكا كما كتشوفوا. نهز غير داكشي اللي فيهم الداخل، شفتوا كما كتشوفوا بحال هكا. هو صافي نحيد لهم داكشي كله غير ديك اللب ديالهم. شرا ما كنديروهاش، كندير غير داكشي اللي فيهم الداخل. هكا نحيد حتى هذا. المهم تقريبا تناخد منهم تقريبا شي معلقه كبيره، داكشي اللي غيقدكم لوجهكم. انا خديت المهم خديت تقريبا معلقه كبيره، درتو فيه لوجهي، داكشي العنق ديالي، داكشي اللي شاط درتو ليديا. صافي نمعكوه بالفرشيطه مزيان بحال هكا، حتى يتمعك مزيان. صافي كما كتشوفوا ها هو معكم مزيان بالفرشيطة. شتو هذا ما درتوش حيت ما طابش مزيان، بقي فيه ديك اللبنة، هذيك اللي ما طابوش مزيان كيكون فيهم اللبن. صافي ناخذ معلقة صغيرة ديال الزيت العود، معلقة صغيرة ومعلقة ديال العسل. شتو قرعة خوات بقى غير شوية، ماشي معلقة عامرة بزاف. العسل ما نعمروش المعلقة قد هكا، تقريبا نص معلقة ديال المعلقة الصغار. صافي نحيد هادشي اللي بقى في المعلقة. صافي ونخلطو مزيان. ايوا الماسك، الكرموس كيكون مرة في العام، خاصنا نستفدو منه. ما حد كاين. نستفدو منه مزيان. ما حد كاين. صافي نخلط مزيان الماسك باش يعطيك النتيجة. خاص يخلط مزيان حتى يندمجو ديك العناصر مع بعضهم. صافي وكتغسلي وجهك من بعد وتنشفيه بشي فوطة، نقي وجهك وتغسليه مزيان بالماء دافي والصابون باش يحيدو فيه ديك الزيوت اللي كيكونوا في البشرة. صافي وديري الماسك ديالك، ولا التقشير اللي بغات تقشر وجهها تقش دير التقشير المقشر الربعين بالزيت العود وشويه ديال زيت العود والقهوه اللي ما فيهاش العطريه وشويه السنيده، وديري تقشير لوجهك وغسليه مزيان وجهك. عاد ديري الماسك ديالك باش يعطيك النتيجه. ها هو جربته في يديا كما كتشوفوا. غنديروا لوجهي واخا ما كنبانش انا وجهي فسميتو في الكاميرا، غنبين لكم غير شويه في وجهي والعنق ديالي كما كتشوفوا. صافي ها هو نخليه شي، المهم كنخليه حتى ينشف. شفتوا والله العظيم الا كيعطيني النتيجه. جربوه ردوا عليا الخبر، اللي جربته ترد عليا في التعليق. والله العظيم الا زوين بعد عجبني وكيعطيني النتيجه، وحتى المفعول ديالو كيبان دغيا.
انا بعدا كيبان فيا سميتو ديالو الفعل ديالو كيبان فيا دغيا. ايوا هادشي اللي كاين البنات، شاركت معكم الماسك اللي كندير. هو صافي، نطبقوا هاد الماسك على وجهي، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينين. الله يحفظكم كاملين، وكنبغيكم كاملين، وكنسلم عليكم البنات كاملين، كل البنات اللي مشاركين في القناة ديالي، وحتى اللي ما مشاركينش كنتمنى يشاركوا ويدخلوا عندي مرحبا بيهم. كنتمنى لكم حتى انتم التوفيق، والله يعطيكم الخير اللي يوفقكم حتى انتم. ايوا جربوا هذا الماسكارا، راه زوين والله العظيم، ولا زوين. جربته انا العام اللي فات، والله العظيم كنديرو ديما ديما، اللي شافتني كتقول لي شنو كديري لوجهك نقي، والله العظيم. وكنعطيهم زعما الوصفه، كنقول لهم درتها شنو درت شنو درت، غير الماسك ديال سميتو. وحنا باش الحال كنقولو تزارت، انا في انا سميتو فاش تكون كيقول قران، كيقولوا لهم ايه قران. المهم ها هو درته لوجهي وعنقي، وعنقي ها هو ملي كتشوفو كنخليه حتى ينشف، عاد نغسلو بالماء بارد، ومن بعد بالماء دافي سمحوا لي كنغسلو بالماء دافي، ومن بعد كنغسلو بالماء بارد، وكندوز واحد الطرف ديال الثلج على وجهي باش نسد المسام. ايوا هضرتي مشات للشلحه. المهم البنات، غير كما يقال الماسك راه يتعيفولك، والله العظيم حتى الذي كان غير التجار كيخنش تسلو من السومه ديال البنين، من بعد تسلت سويت بالرنين صافي، دوريت الزريط طرف الثلج فوق من السكول شي باش تقل المساء. هو كذا يقال الماسك هو شتو. ايوا هادشي اللي كاين البنات. ايوا النتيجه ديالو هو صافي، خليتو حتى نشف مزيان وغسلتو. ملي كتشوفو دوزت الطرف ديال الثلج على وجهي. المهم اللي بغات ترطب البشره ديالها من بعد ترطبها بشي مرطب اللي عندها، اللي ما عندها حتى مرطب ترطبو بشي الزيت. المهم الزيت اللي كاين، المهم غير ما تخرج ديك الساعه ملي دارت الزيت ما تخرج للشمس. انا كندير الماسكات بصراحه كنديرهم بالليل، حيت مع الدراري وداك الشيء ما كيخليونيش، ما كنبغيش نهضر الا درت الماسك، كنخليهم حتى ينعسوا وندير الماسك ديالي على خاطري. الا ما بانت لكم اضاءه مزيان راه صورته في الليل، كنخليهم حتى ينعسوا عاد نديها في راسي ديك الساعه. هي وكنتمنى يعجبكم هذا الشيء البنات، ومرحبا بكم دخلوا عندي القناه، مرحبا بكم وشاركوا وديروا شي تعليق زوين. الله يكثر، يلا بالسلامه عليكم، وكنتمنى لكم التوفيق مره اخرى ان شاء الله.